جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طلب بعض الإخوة جزاهم الله خير أن تكون لنا كلمة، وأنا والله يعني لست بذاك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من افتراق الأمة قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يعني كما قال في رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الآن عندما يقرأ الإمام سورة الفاتحة يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الأصل أن يقول: إياك أعبد. صحيح؟ نعم. الأصل يقول: إياك أعبد، لأنه يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم يقول: إياك نعبد. لماذا؟ حتى نجتمع على عبادة الله. فلا بد أن نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. هناك يعني البعض يشتكي أحيانا، يقول يعني عدم التآلف، عدم التآخي، هناك يعني أحيانا تجد غلظة، قسوة من بعض الشباب هدانا الله إياهم. فدواء هذه الأمور الله أعلم أننا نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأمر، السيرة، كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينشأ هذا النشأ على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لو ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حاله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا الأجيال جيلا بعد جيل، في العصر الحاضر يعني ما كان من بعض العلماء، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عندما يعني كان يعلم الطلاب، كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني يعتني بالطلاب، وعلم أو علم الشيخ محمد بن إبراهيم الطلاب أنهم يوما من الأيام سيكون هم العلماء. يعني الآن يا أخواننا، أنتم في يوم من الأيام تدرس أولادي، في يوم من الأيام تكونوا علماء ولا شك. فإذا لم يعني نهتم بهذا الجيل، كان الجيل الثاني أو الثالث الذي يليكم يعني أسوأ من الذي قبل. فالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كان يشد على الطلاب، ثم خرج هذا الجيل، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الفوزان، يعني الواحد منهم نستطيع نقول بأمة والله. فإذا لم نتعب نحن في هذه الأيام، إذا لم نتعب على هذا الجيل، يخرج الجيل الجديد على غير ما نريد. فيوما من الأيام شئنا أم أبينا سيكون هذا الجيل هم العلماء والدعاة وما إلى ذلك. فإذا لم نهتم الآن، يعني بدينا نتقاعس ولا نبالي بشيء، بعد هذا ستكون النتيجة على غير ما نحب. نحن ما نريد هذا. الشيخ بن عثيمين مثلا رحمه الله يعني كان له ليلة في كل أسبوع يدرب فيها الطلاب على الخطابة. الإشكال عندنا في هذه الأيام نحن الآن، يعني
نتكلم عن الفرق الضالة أن فيهم وفيهم وفيهم. طيب، من يخطب الجمع؟ من يقوم بوعظ الناس، بتعليم الناس، بكذا؟ فلا بد نحن نتعلم إخواننا، لا بد نتقدم إلى المنابر بعلم لا بجهل. فإلى متى نترك المنابر لغيرنا؟ سأل هرقل، سأل أبو سفيان رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل يزيدون؟ قال: نعم. فإذا كنا لا نزيد، هذا معناه أننا لسنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال، قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي، أي الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قل، طيب، قل، المشكلة الصدى بالنسبة لهم زين. طيب، لو تخلوا الميكروفون كذا بس، جزاك الله خير. قل: هذه سبيلي، أي أن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. أدعو إلى الله، أي الإخلاص هنا، تحقيق شرط الإخلاص، على بصيرة، أي على علم شرعي، أنا ومن اتبعني. فإن كنا حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن ندعو إلى ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام. لا يلزم أن تحصل وتحصل وتحصل من العلوم. الذي تثق فيه 100%، هذا علم الناس. التوحيد الآن، تشك في التوحيد؟ لا. تشك في لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله؟ لا. صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة الناس يحتاجوا لهذا. عندي سؤال واحد، هل يعرف واحد منكم من الذي علم الإمام أحمد التوحيد؟ في أحد يعرف هذا؟ من الذي علم الإمام أحمد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله؟ من؟ لا أحد يعرف، صح؟ أجور الإمام أحمد كاملة لهذا. من الذي علم الإمام أحمد يعني أول شيء في التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله؟ مثلا الشيخ الحذيفي حفظه الله، الذي علم الشيخ الحذيفي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة فقط، أجور كل ما يصلي الحذيفي وكل ما يعلم الشيخ الحذيفي للناس، الأجر لمن؟ الذي علم الحذيفي سورة الفاتحة. فنحن نريد نمشي على هذا، نعلم الناس البدائيات أول شيء. فإذا سرنا على هذا، علمنا الناس. أخواننا اليوم نحن نتكلم في الدعوة عن أشياء هي في القديم كانت من المسلمات، من الضروريات، لكن الناس في هذه الأيام والله كثير منهم لا يعرف سورة الفاتحة، كثير منهم لا يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول في معنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود إلا الله، وحدة وجود، أو لا رب بحق إلا الله. والبعض قال لي: لا، أنا أعرف لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وهنا يعني لا قادر على الاختراع، لا كذا. أصلا هذا مسجل في بعض الدول الآن قريبة منا، والله في بعض الدول يسأل العوام: تصلي؟ لا. تعرف سورة الإخلاص؟ يقول: لا. تعرف الفاتحة؟ يقول: لا أعرف. نبي هذه الأمة؟ يقول: لا أدري. حتى الآن من يقول: لا يمكن أن نحكم على إبليس بأنه في الجنة، بأنه في النار، يقول: ما يمكن. وهناك من يعلم اليوم الصبيان، يقول: أول خلق الإنسان قرد. بالأمس أرسل لي أحدهم رسالة فيها
أن الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لا تفهم آية في المواريث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة إلى يومنا هذا لم يفهم أحد منهم آية في كتاب الله. يعني يا أخواننا كنا في القديم والله أخواننا يعني بعض الناس، واليوم كنا نقرأ هذا في العقيدة الطحاوية، بعض الناس كان يستغرب يقول لماذا ندرس التدبرية، لماذا نذكر أحيانا ما عليه المعتزلة، ما عليه الجهمية، ما عليه كذا كذا من الفرق الضالة، يستغرب يقول لماذا لا يوجد في العصر الحاضر أحد يقول أنه معتزلي. صحيح، ولا يوجد أحد في العصر الحاضر يقول أنه جهمي، ولا يوجد أحد في العصر الحاضر يقول كذا وكذا وكذا على مكانة الفرق الضالة. لكن لو تنظر في الواقع تجد أننا في هذه الأيام عندنا أشد من المعتزلة وأشد من المعطلة وأشد من الممثلة. والله في القديم أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله سبحانه، نفوا كل الصفات، نفوها بسبب ماذا؟ لأنه اعتقد تعظيم الله سبحانه وتعالى، وقال ما يمكن أعظم الله إلا بنفي الصفات. الممثل قال لا يمكن أعظم الله سبحانه وتعالى إلا بالتمثيل. جاء أهل السنة وقالوا لا، لابد أولا نستدل ثم بعد هذا نعتقد. فالله سبحانه وتعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، إذن لابد أن نجمع بين النفي والإثبات، نثبت مع التنزيه وسعدوا بالدليل. فهذا يعني جدد وزيادة ما كان عليه الفرق الضالة، لأنهم قالوا خضنا بحارا في العلم وقف الأنبياء على شاطئ. فهذا يقول، وانتشر هذا ومقطع خطير جدا مفيد، هذا الرجل يفسر آية أخطأ فيها الكل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هو يقول هذا. والله يعني ما أحد عالم تفسير الآية إلا هذا الرجل في المواريث. يعني المواريث أمر يعني يحدث في كل يوم، يموت عندنا أشخاص وإرث، في ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. وطامات، طامات تجد في هذه الأيام، طامات. والله يا أخواننا، والله يا أخواننا نحن في زمن يعني لم يمر على الأمة مثل هذه الأيام. والله الفرق الضالة تظهر، فرق ضالة أحيانا في كل ساعة، ولا تستطيع أن تعرف يعني معتقد هذه الفرقة ومعتقد هذه الفرقة. حتى أصبحت الفرق الآن في القديم، الفرقة الضالة يكون لها أئمة، لها مؤلفات، مراجع، أصول، حتى تستطيع الرد عليها. صحيح، معتزلة لهم مؤلفات، الجهمية لهم مؤلفات، طبعا الخوارج لا يوجد لهم، هم لا يعرفوا بالعلم أصلا، خوارج ليس لهم أصول مراجع معتمدة، لهم بعض المؤلفات الكتابات هكذا فقط. اليوم الفرق الضالة ليس لها أصلا لا أئمة ولا مراجع، رجل يقوم يتكلم، فرقة ضالة، ينشئ موقع، ينشئ كذا وينشئ كذا، ويجد أتباع. يعني تنظر في أحيانا في المشاهدات في بعض المقاطع، مشاهدات عظيمة، وفي الغالب من الذي يشاهد هذه الأشياء؟ نحن، إلا من رحم الله. والله أهل السنة يشاهدوا هذه الأشياء، لماذا؟ حب استطلاع. ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اليوم نخالف هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونطالع ما عليه فلان الضال وفلان المبتدع وفلان الذي يسب أم المؤمنين رضي الله عنها وفلان الذي يسب الصحابة. صحيح، وننشر هذه المقاطع. طيب التأصيل العلمي، هل يوجد اليوم من يحفظ؟ يحفظ ماذا؟ يحفظ الفاتحة؟ لا،
إلا من رحم والله. نحن في هذه الأيام نتكلم عن الفاتحة. أسأل أحيانا في بعض الدول ما هي أركان الإسلام، واحد يقول لي 3، واحد يقول لي الله أعلم 4. أنا لا أسأل عن شيء يعني مثلا في الطهارة، في شروط الصلاة مثلا، لا أسأل عن الإسلام. ما هو الإسلام؟ أسأل مسلم يقول نعم. طيب ما هو الإسلام؟ يقول ما أدري. طيب كيف مسلم؟ يقول لا أدري. طيب ما معنى الإسلام؟ يقول ميم سين لام ميم. طيب مشرك؟ يقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. طيب ما هو الشرك؟ يقول أنا لا أدري. طيب لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. فإخواننا يعني لابد أن نقوم. والله سائلنا الله يوم القيامة والله، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. سائلك الله ماذا صنعت في الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ؟ نعم والله بلغ. أدى الأمانة؟ نعم. نصح الأمة؟ نعم. جاهد في الله حق جهاده؟ نعم. سائلك الله عن هذا، هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ هل صبرت؟ ضياع الأوقات في هذه الأيام يعني حدث ولا حرج عن ضياع الأوقات، تضيع الأوقات. وكما يقول يعني بعض الأئمة عندنا، يقول المشكلة عندنا أننا نضيع أثمن ما نملك وهو الوقت، أو من أثمن ما نملك نضيع هذا بفراغ غيرنا. يعني أتك مقطع واحد يفحط، واحد يسب، واحد يضحك، واحد جالس في الظلام مثلا، تأتيك مقاطع في هذا واتساب ولا واتيوب ولا كذا. صحيح والله إنسان يعني هذا كافر وهذا ضال وهذا مبتدع، ونحن نضيع الأوقات في النظر إليهم. ولو نفتش الآن مثلا، الآن في هذا المجلس نفتش الجوالات، هل نجد مثلا في هذه الأجهزة دروس للشيخ بن عثيمين مثلا، دروس للشيخ بن باز، دروس مثلا الشيخ الفوزان، الشيخ الألباني رحم الله الجميع؟ في الغالب لا والله، لكن نجد فيها مقاطع كفر ومقاطع ضلال وفلان المبتدع وتفحيط وصور وكذا وكذا. أنا أتكلم عن جانب واحد فقط، جانب الشبهات، لا أتكلم عن جانب الشهوات الآن. فهذا الجانب أخواننا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. كان الواحد من السلف يمر على هو ماشي في الطريق، يمر على رجل من أهل البدع، ماذا يصنع؟ يضع أصبعيه في أذنيه. إمام، هذا إمام من أمة أهل السنة، يمر بهذا يقول اسمع مني ولو كلمة، يقول ولا نصف كلمة. وقال آخر من علماء السلف عندما قال له اسمع مني قال امسك الشمس، يعني إذا استطعت أن تمسك الشمس وقت هذا الوقت ستسمع مني، سأسمع منك. هذا من يقول يا أخواننا؟ هذا الكلام يقول الأئمة، وهم أئمة، فما بالك نحن اليوم. فأخواننا يعني أنا لا أدري، قال لي أحد الإخوة يقول اليوم الشباب مخطوفين، والله يعني تجد هذا في وادي، تجد هذا في وادي، تجد هذا في وادي. البعض حتى يعني لا يتكلم عن المفروض أن الله سبحانه وتعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني عندك إشكال، خطر على بالك خاطرة، فلان كيف؟ لماذا لا أخرج على الحكام؟ لماذا لا أسب؟ لماذا لا أصنع؟ لماذا لا نصنع مظاهرات؟ لماذا لا نجتمع؟ خاطرة في بالك. فإيش تصنع في هذه الأيام؟ أنا أعرف، تستفتي جوجل، نعم، تكتب، يكتب في جوجل كيفية الالتحاق بداعش، والله صدق يكتب هذا. ليش؟ حب استطلاع. ويبدأ شيء فشيء فشيء. وإحنا نعرف كثير اليوم من إخواننا والله
خرجوا وراء داعش. السبب هذا يستفتي جوجل، الصحبة السيئة، نعم هذه الرسائل التي تنتقل هي أحيانا ترسل لك للإنكار وتؤثر فيك. فنبتعد إخواننا عن الشبه، نعيش مع الكتاب والسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاية العقيدة التدمرية ذكر نصيحة حتى تسلم من الفرق، ذكر إدمان النظر في الكتاب والسنة. إدمان يعني مدمن، مثل يقول هذا مدمن المخدرات، أنت مدمن النظر في نصوص الكتاب والسنة، ما تنظر إلا في نصوص الكتاب والسنة فقط وكتب الأئمة السلف الصالح. الثاني الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تدعو الله، تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.